أنا كنت في زيارة لمصر منذ تقريبا من 20 يوم، مكثت فيها فترة والتقيت بكبار المسؤولين هناك بدون ما أسمي أي شخص يعني، وجدت نشاط هناك داخل مصر لإيران يفوق نشاطهم حتى في دول الخليج. يريدون كسب مصر، يريدون أخذ مصر من العرب، ومصر تعاني في ظروفها هذه، ظروف متشابكة وخطيرة. قال لي أحد المسؤولين الكبار في القصر الجمهوري في مصر، صدفة يوم ما وصلنا وصل صالحي اللي هو وزير خارجية إيران، قال أنا كنت موجود، هذا الرجل يقول لي أنا كنت موجود عندما دخل صالحي ليعرض عرض إيران على مصر. صالحي يقول للرئيس محمد مرسي الآتي: نحن نضع أمامكم على هذه الطاولة 30 مليار دولار الآن كاش لمصر إذا فتحتوا سفارة في طهران، وإحنا فتحنا سفارة عندكم، زائد سنضمن لكم سنويا 5 مليون سائح إيراني يأتون إليكم سنويا، كل سنة 5 مليون، زائد مصانعكم المتوقفة عن الإنتاج سوف نحضر لكم الخبراء الفنيين لإعادة الحياة للمصانع اللي تفوق عن 2000 مصنع في مصر لإنتاج ولكذا. ويقول له الرئيس مرسي: وماذا تريدون في المقابل؟ يعني أنتم ستعطونا هذا، ماذا تريدون في المقابل؟ اسمع الكلام وشوف ماذا قدم وماذا يريد من مصر. فقال صالحي للرئيس مرسي: نحن نريد منكم الآتي: نريد منكم أن تسلمونا كل المساجد التي بناها الفاطميون في مصر خلال العهد الفاطمي، وهي مساجد عظيمة وكبيرة وكثيرة، سنعيد ترميمها وإحنا مسؤولين عن إدارتها. نريد جريدتين تنطق بلساننا داخل مصر، ونريد أن نأخذ من مصر سنويا 20,000 طالب للدراسة في قم. شوف ماذا يريد وماذا أعطى. أعطى المادة لكن أخذ الفكر والدراسة. ولذلك هذه دولة عندها مشروع خطير لا ينبغي أن يغيب عن بالنا ونحن نتأمل الحال في الكويت.